هي بناية شامخة لمجلس المحاسبة في قلب العاصمة، لم تكن في مستوى شموخ الجزائر على مدار 20 عاما، ظلت هيكلا بلا روح كون ملفات الفساد بقت حبيسة الأدراج، بل حسب المختصين تم تعطيل مهامه من قبل من كان في أعلى هرم السلطة لحساسية مفرطة من هذا المجلس الذي لديه سوابق في معالجة ملفات فساد للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. التي عشناها في حكم بوتفليقة، جميع المؤسسات معطلة. لماذا؟ لأن هناك مركزية مقيتة، مركزية يعني بغيضة لجميع الصلاحيات ولجميع المهام، ولذلك تم شلل جميع المؤسسات. الحساسية المفرطة لدى شخص الرئيس، لأن هذا المجلس كان سببا في متابعته وتقديم ملف باختلاس ولسوء تسيير مس البعثات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، لما كان المعني بالأمر وزيرا للخارجية. مرور الحراك على الجزائر منذ 22 فبراير مكنت رياحه من أن تشرع نوافذ وأبواب مجلس المحاسبة لفتح ملفات الفساد المغيبة لسنوات عدة، وربما تكون هذه الرياح عاملا هاما في إعادة دوران عجلة رحى المحاسبة التي قد يكون من طحينها رؤوس كان الحديث عن فسادها ضربا من الخيال. الملفات الموجودة في الأدراج واعتقاده أنها ملفات مزلزلة. التطور السريع للحراك الشعبي على مدار أسابيع بجر أسماء ثقيلة للعدالة والمساءلة يراه متابعون مؤشرا على تحرر القضاء ومعه تحرر مجلس المحاسبة، ومن جهة أخرى يتساءل آخرون، هل هي حملة ظرفية أم أنها إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد؟